النهارده ان شاء الله يا رب تكون حلقه خفيفه بسيطه على قلوب حضراتكم. هنبدا بقى كده ايه في حاجات الاكل السريعه عشان نبدا نقول ايه احنا برضو بنعمل حاجات يعني معجنات، حاجات ممكن تكون سريعه زي الولاد بيحبوها، سندوتشات بقى وحواوشي وحركات، لكن كمان اكيد بنبقى عايزين ناكل اكل بيتي وبرضو اكل بيتي سريع عشان ما نقفش كتير في المطبخ. بما ان لسه استمراريه فتره المصايف قبل الدراسه خلاص قربت هنستعد لها، خلينا نعمل النهارده صينيه البطاطس بالفراخ لانه هي برضو من الوصفات الحلوة جدا. في ناس عندها صينية البطاطس دي مقدسة يوم الجمعة، يعني احنا عن نفسنا بنحب صينية البطاطس دي جدا، وبتبقى في المصايف ليها ميزة سبحان الله كده بتبقى رائعة مع بقى سلطة ومع الأجواء بتبقى جميلة جدا. النهاردة هنعمل صينية بطاطس بالفراخ بطريقة لطيفة جدا مختلفة، بس طعمها والتست بتاعها حلو قوي. تعالوا كده نتكلم عنها. عندي فرخة طبعا متقطعة 4 أرباع وبطاطس متقطعة شرايح، عندي بصل متقطع، عندي نوعين من البصل، بصل مفروم وبصل متقطع شرايح جوليان او مفروم خشن على حسب، وهقول لحضراتكم ايه الفرق بين النوعين وهستخدمهم في ايه. عندي ثوم مفروم، فلفل الوان، فلفل اخضر رومي، عندي برضو فلفل حار، قرن فلفل حار انا مش شايفاه قدامي يا ولاد، انتوا مش حاطينه ليه؟ هاتوهولي. وعندي صلصه طماطم، عندي عصير ليمون، عندي خل وزبادي، ودي برضو حاجه مختلفه شويه وهنتكلم عنها. عندي زيت زيتون، كركم وبابريكا، كاري وملح وفلفل. عايزه قرن فلفل حار متقطع شرايح جدا. طيب بصوا بقى هبدا كده هنا اقول لكم حاجه، هاخد كده بوله كبيره، والبوله الكبيره دي هبدا اعمل فيها كالاتي. هبدا اخلط فيها البصل مع الملح والفلفل والحركات ومع الفراخ. الفراخ بنغسلها كويس قوي الاول بالملح بالدقيق، بننضفها من جوه كويس جدا، بنخليها يعني ما فيهاش اي بواقي من الدم ولا الحاجات. وبعدين نبدا نديها عصير الليمون ونسيبها فيه منقوعه شويه ونشطفها بيه. اهم حاجه الليمون مش الخل، عشان الليمون يعني ما بيظهرش الزفاره، الخل بيظهر الزفاره شويه. طيب هناخد بقى ايه الفراخ الحلوه دي هنخليها كده. طبعا اللي عايز بقى يقسم لو الفرخ الصدر والورك زي ما هم، او في ناس بتحب تقطع تنصنص الصدر اتنين والورك تقطع الدرام لوحده ممكن، وينفع نعملها بدرامات، بس احنا عملنا قبل كده صينيه جميله كانت بالدرامز بس وكانت رائعه جدا. ليه؟ لان هي كان الولاد مثلا ساعات لما بيبقوا كده صحبه وحاجات شباب مع بعض بيبقوا عايزين ياكلوا حاجات سريعه. طيب تعالوا بقى نسمي اللي انا هاخد اول حاجه البصله الناعمه. طيب البصله الناعمه دي هي اللي هحط عليها الملح والفلفل، بدخل هنا من تحت الجلد شويه من الخلطه دي، حطيت الزبادي هنا، الزبادي بقى بيطري الفراخ. الناس بقى اللي بتشوف الصدر ناشف وبتشوفه كده تسلم الايدي وعايزه عود ارفع عود، بس هو جنبي غالبا انا هجيبه من جنبي، تسلموا لي يا شباب. بصوا بقى حطيتهم هنا وهسيبها شويه. تعالوا بقى نسمي. بصوا بقى البصله اللي هي المتقطعه شرايح بتبقى حلوه قوي في صينيه البطاطس، فحطيت معاها الفلفل الرومي وممكن كام واحده فلفل الوان، رشه ملح وفلفل، وطبعا البهارات بتاعه البهارات بتاعه السبع بهارات بتوعنا، ممكن بقى رشه كده من الكركم خفيفه تدي تيست حلو ولون حلو. وبعدين عندي بابريكا، تعالوا بقى ناخد هنا الفلفل كده قرنين فلفل حلوين. وبعدين احنا الصينيه دي ليها طريقتين. فاكرين زمان كانوا جداتنا وماماتنا يعملوا يدوا الصينيه دي غلوه على النار الاول وبعدين نكون بنسخن الفرن ونحطها فيه، فاكرين الطريقه دي؟ انا بقى اللي مش عايز يعملها، يعني اللي عايز يعملها تمام، اللي مش عايز يعملها بصوا بقى الفراخ دي هاخدها هنا هدخلها. الفراخ بقى نديتها ليه الزبادي؟ بتطرى جدا وبتخلي الفرخه دي حتى لو باتت، يعني لو باقي في الصينيه دي هفترض حاجات، بتخليها ما شاء الله طريه والصدر جميل وما بينشفش، عشان الناس اللي مش بتحب الصدر. هاجي بقى في جنب كده هشيل الطبق ده طبعا، واسمحوا لي هاخد بوله كده ادوب الصلصه دي وانكهها بشويه منكهات. لو عندي مرق خضار او مرق دجاج هحط، بصوا كوبايه تقريبا على الصلصه، حطيت التوابل بتاعتي، البهارات بتاعتي السبع بهارات. عايزه انا هاخد عود القرفه من هنا، امير واقف معايا اهو. تمام بصوا بقى عود القرفه ده الله عليه على صينيه البطاطس. بصوا بقى عود قرفه حلو مكلبص كده عشان انا بحب القرفه اهو، هحطه هنا. شايفين فين عود القرفه؟ يدي كده طعم من بعيد وريحه ونكهه رائعه. بصوا بقى هنسمي الله، وطبعا
لما عاوز اكمر بقى صينيه الفراخ دي عشان تستوي الفراخ وتستوي البطاطس اعمل ايه؟ لو هسويها من الالف للياء في الفرن هكمرها، يعني هقفلها بورق زبده وعليها ورق فويل وهدخلها فرن حراره 180 على الشبكه عادي، ولا حراره سخنه ولا حاجه، واسيبها تاخد وقتها، تاخد لها ساعه ساعه وربع على حسب كميه الايه؟ البطاطس وكميه الفراخ وكميه كل الحاجات. بصوا بقى انا بعمل ده في الاخر ليه؟ عشان الصلصه تفضل ثابته على الطاجن، بصوا ازاي، والفراخ تفضل واخده اللون ده، ما افضلش ايه حاسه ان انا بعد ما ضفت الصلصه اخدت الشوربه، خدت الصلصه ونزلت تحت فما بقتش الفراخ متلونه معايا. لا انا مش عايزه كده، انا عايزاها تتسبك وتاخد من بعضها وتطلع تحفه. هندخلها الفرن بقى وهي مكموره كده ونسيبها تاخد وقتها. بعد حوالي نص الوقت، نص ساعه 40 دقيقة، هروح فاتحة الفويل ورقة الزبدة واسيبها بقى تاخد، عشان تاخد اللون الحلو وتتحمص، تاخد اللون الجراتانة الشيك الحلو ده.